كده. اه انت شفتش الفيديو ده؟ لسه قال لك اعوذ بالله، يعني هو كان داخل يرمي الجمرات فريق. لا لا لا, لا انا كنت بسعى في الصفا والمروه، ففي الحته اللي انت بتهرول فيها، فانا بهرول، فانا في العمر وانا بهرول لقيت راجل جنبي كده بجري، فجاء جنبي قال لي مره مصرخ فوش، قال لي اعوذ بالله، انا اتخضيت، قلت له ليه بتقول كده؟ انا فكرت ان انا مثلا، قال لي انت بتعمل ايه هنا؟ قلت له اعمل ايه هنا، يعني انا اعمل ايه؟ قال لي انت هو انت مش جن؟ فقلت له مش جن، نهار اسود. فقلت له ليه حاجه؟ قال لي مش انت عماد؟ قلت له اه. انا اما لقيته بقى بيربط، انا كل ده ناسي بقى حكايه المداح، مش مركز، انا في عمره اه مركز وعمال ادعي. فقعدت اضحك، وتخطيت على جنب كده، ايه اللي حصل؟ قعدنا نتكلم، فقمت مصور الفيديو، موتني نفسي من الضحك. الراجل ده من المخرجين المهمين في تونس وممثل معروف، بس هو ارتبط بيا بالشخصيه ان انا جن، فاول رد فعله يشوفني في العمره ان الجن جاي يقوم بالعمره. يعني ده نجاح ان الناس تربط الشخصيه بالدرجه دي، ده نجاح كبير جدا يعني. هو الحمد لله طبعا، فضل ونعم، ما حدش يحلم بده. مع ثلاث سنين نجاح المداح، بعض الناس كانت الجزء الثاني بتقول كفايه يا حمد علي، بتقول ايه المداح حد الجزء الثاني عشان ما يبقاش في تكرار، لكن لما نزل الجزء الثالث الناس لقيت ان في حاجات جديده وناس جديده وجو جديد خالص جدا. بتقول ايه النجاح على مدار ثلاث سنين؟ اصعب نجاح ان انت تعمل جزء من عمل ناجح وتخليه انجح من اللي قبليه. الجزء الاول كان عمل ناجح، الجزء الثاني انجح من الجزء الاول، الجزء الثالث اقوى من الجزء الثاني والاول. ده اقوى صعب، عشان اقوى تحدي ممكن يقوم بيه صناع عمل، عشان كده انا شايف المداح هو اقوى عمل السنه دي. مفيش حد من المداح سلم من حاجه كده من العفاريت، مش عارف ايه، حركه كده، تركايه كده، يا بال بقى عماد اللي منهم يعني. اه صح، هيعمل ايه؟ في موقف غريب حصل معاك السنه اللي فاتت، السنه دي مفيش. الجزء ده عشان فيه حب شويه. اه صح، لطيف كده، راس لطيف. لا السنه فاتت كان، لا كان في حلم، اه حلمته، وكان حلم صعب. لا الحمد لله يا رب، مفيش. انتوا ليه عايزيننا انا مش لا في حاجه حصلت. لا 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 والله لا لا، ومش عايز افكر كده، خلي بالك انا بخاف. ما تخلينيش افكر. لوسي كان لها تصريح ان هي مش عايزه تخش في سكه الجن والعفاريت، كان لها تصريح عملها معاها قبل كده. استاذه لوسي مشهد وانا ببص لها، انا لغه الحوار ما بيني وما بينها، انا لغه عنف وتحدي، انا جوايا خايف منها، انا من بصيتي ليها خايف منها. لا يعني مع ان السنه اللي فاتت كانت سهر الصايغ قايمه بدور ملكه جن، سهر ممثله شاطره وقويه، لكن استاذه لوسي السنه دي لا لا لا. نتكلم عن طبعا حماده هلال، شايف تكوين هلال ازاي وبيتطور ازاي هم في مجال التمثيل؟ حماده هلال نجم قوي، خلوق، طيب، بحبه جدا، بس كل سنة أقوى من السنة اللي قبلها في التمثيل وفي المداح. بقى صبر المداح بجد.